اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين. اليوم احنا معاكم في برنامج اضواء الرمايه، والذي يقام تحت رعايه سيدي الشيخ مشعل احمد الصباح حفظه الله. ابقوا معنا. انطلقت بطولة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه للرماية الكبرى في نسختها الرابعة، والمقامة على ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية. وقد ضمت هذه المسابقة العديد من رماة الكويت ورماة اتحادات الرياضة للمنافسة على لقب البطولة الغالية. وتضم هذه البطولة العديد من المنافسات الشائقة والحماسية، والتي تكون حول العديد من الرياضات الأولمبية، وهي السكيت، التراب الأولمبي، المسدس والبندقية ضغط الهواء مسافة 10 أمتار، البندقية مسافة 50 متر، المسدس السريع مسافة 25 متر، والقوس والسهم الأولمبي. فمن سيكون حامل اللقب للبطولة الغالية؟ طبعا هذه البطولة الرابعة لسيدي سمو ولي العهد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح، تحمل اسمه هذه البطولة، وتشرف نادي الرماية الكويتي الرياضي بتنظيم هذه البطولة، ونيابة عن جميع المشاركين وأخواني أعضاء اللجنة العليا المنظمة للبطولة، نتقدم إلى مقام سمو ولي العهد بالشكر والتقدير لدعمه الأبوي الكريم والمتواصل لرياضة الرماية الكويتية، والتي بفضل الله سبحانه وتعالى ثم دعم قيادتنا الرشيدة استطاعت أن تحقق الإنجازات الأولمبية والعالمية وتمثيل الكويت التمثيل المشرف. وأنا بهالمناسبة أهنئ رماة الكويت اللي استطاعوا أيضا تحقيق التأهل لأولمبياد باريس 2024، وأيضا التأهل إلى مسابقات نهائي أبطال العالم التي تقام الأسبوع القادم إن شاء الله في الدوحة في قطر، وينظمها الاتحاد الدولي لرياضة الرماية. الرماية الكويتية لله الحمد متفوقة وتحقق إنجازات على مستوى دولي، وهذه البطولة راح يكون فيها مشاركة كبيرة 400 رامي ورامية في كافة أنواع رياضة الرماية الأولمبية، مسدس وبندقية ورمايات الشوزن سكيت وتراب، وأيضا رمايات القوس والسهم الأولمبي. أود أن أشكر جميع المشاركين معنا والمتطوعين وأخواني وزملائنا وزميلاتنا الحكام والقضاة اللي يشرفون على تحكيم هذه البطولة، كما أشكر مؤسسات الدولة اللي ساهمت في دعم تنظيم هذه البطولة، وأشكر هيئة الرياضة، وأشكر كل من تقدم بالدعم والمساندة، كما لا يفوتنا نشكر أخواننا في وزارة الإعلام على دعمهم الكريم وكافة الهيئات الحكومية اللي ساهمت في تنظيم هذه البطولة. وإحنا نشتغل كلنا كفريق واحد في خدمة رياضة الرماية، ونتطلع إن شاء الله أن رياضة الرماية تكون دائما عند حسن ظن الجميع. أشكر جميع وأشكركم كلكم، وإن شاء الله تكون بطولة ناجحة وتحقق فيها أرقام مهمة إن شاء الله. كلمنا عن تجهيزات واستعداد اللاعبين. طبعا اللاعبين منحناهم نادي الرماية، منحهم فرصة كافية للتجهيز والتدريب، ومعظم المنتخبات كانت تشارك تدريب متواصل. أيضا فتحنا المجال مجانا للرماة للتدرب لمسابقات البطولة والمشاركة مجانا، وإن شاء الله يكون في هالبطولة تحقيق أرقام عالمية إن شاء الله، ويتم تحطيم الأرقام. إحنا طبعا أعلننا أي رامي يستطيع تحطيم الرقم العالمي ستضاعف الدبل الجائزة له، واللي يحقق نفس الرقم العالمي راح تكون جائزة ونصف، واللي ما يحقق الرقم العالمي طبعا إحنا عادة اللي يجيب نتائج قليلة نمنع الجائزة، بس استثناء بطولة الأمير وبطولة ولي العهد، جوائز حتى لو كان رقمه بس دام نحقق أحد المراكز الثلاثة راح يأخذ الجائزة. من هم اللجان المشاركين في هذه البطولة؟ عندنا طبعا لجان إدارية ولجان فنية ولجان تحكيم ولجان على مستوى يعني تنظيم الميادين، وعندنا أيضا لجنة الاستقبال ولجنة إعلامية، يعني عندنا عدة لجان، لكن في لجنة عليا منظمة أتشرف برئاستها مع أخواني أعضاء مجلس إدارة، وعندنا اللجنة الفنية أيضا اللي تكون من الحكام الرسميين للبطولة واللي يعتمدون فيها النتائج الرسمية للبطولة. كلمة أخيرة حاب أضيفها. أنا أود أشكر كل من ساهم وكل من دعمنا لتنظيم هذه البطولة،
ونكرر شكرنا لسمو ولي العهد الأمين حفظه الله ورعاه إن شاء الله. معك الرامي سالم سعود داعش. أي فريق تلعب؟ بندقية هوائية 10 متر. قل لي كيف كانت البطولة معك؟ والله بطولة حلوة ومنافسة جميلة بيني وبين أصدقائي الرماة، وكانت بطولة جدا جميلة صراحة. مدى رضاك عن هذه البطولة؟ والله راضي لكن ما حالفنا حظ إن شاء الله. هل راح تجهز نفسك للبطولات القادمة؟ بإذن الله، هذه محاولات وما نوقف إن شاء الله. كلمة أخيرة حاب أضيفها؟ أشكر على قائمين هذه البطولة وعلى مدربيني وعلى كل من ساعد على هذه البطولة الجميلة. محمد فارس سبعي، لاعب منتخب الناشئين. كيف كانت البطولة معك؟ بطولة صراحة حلوة، منافسة زينة بيني وبين ربعي، حلو. هل حالفك الحظ بالبطولة هذه؟ إيه الحمد لله، المركز الثاني بين الناشئين. مدى استعدادك للبطولة القادمة؟ الحمد لله جاهز، أحاول أرفع من سكوري وثباتي وأطور من نفسي. هل تشوف إقبال على نادي رماية عن السنين الماضية؟ إيه طبعاً، قاعد أشوف رماة واجد يجون، اللي يروح اللي يكمل، والحمد لله يعني. كلمة أخيرة حاب أضيفها؟ حاب أشكر منظمين البطولة والحكام، أعطونا من وقتهم صراحة، ونشكر صاحب البطولة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الصباح. انطلقت اليوم مسابقات بطولة سمو ولي العهد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله الرابعة السنوية الكبرى للرماية، وطبعا تحظى بمشاركة كبيرة من رماة ورماية النادي، وأيضا رماة الاتحادات العسكرية الجيش والداخلية والحرس الوطني، ولدينا يعني أعداد كبيرة مسجلة في هذه المسابقة، وجميع صنوف الرماية في هذه المسابقة راح تقام بإذن الله تعالى. واليوم بدأت التصفيات الأولى لهذه البطولة، ونتمنى لجميع المشاركين إن شاء الله التوفيق في هذه البطولة. طبعا هذه البطولة أولا هي افتتاح موسم رياضي لنادي الرماية الكويتي 2023-2024، وهي أيضا تأتي استعدادا للبطولة الآسيوية التي ستقام بإذن الله بشهر يناير 24، والتي سيتم توزيع بطاقات تأهيل لأولمبياد باريس 2024، 8 بطاقات تأهيل في رماية الخرطوش سكيت وتراب. لذلك نحن نحرص على في هذه البطولة على أن يكون المستوى الفني لرماتنا ورماياتنا على أعلى مستوى، وإن شاء الله راح يعني نستمتع في مسابقات هذه البطولة. الحين أنا يوم حضرت المباراة شفت عدد كبير إقبال من النساء والرجال، هل إن كان في فرق شاسع ما بين السنين الماضية والآن؟ طبعا ما في شك، يعني بطولة سمو العهد وأيضا بطولة صاحب السمو دائما تحظى بمشاركة كبيرة، والجميع يحرص على المشاركة فيها لأهميتها، وتقديرا لأصحاب السمو صاحب السمو أمير البلاد وسمو العهد الأمين. وأيضا نادي الرماية يعني يفتح أبوابه دائما لأبناء الكويت للتسجيل والمشاركة في ممارسة لعبة الرماية، ولله الحمد لدينا أعداد كبيرة مسجلة في النادي، ونرحب أيضا بجميع أبناء الكويت للتسجيل في نادي الرماية الكويت الرياضي. كلمة أخيرة حاب أضيفها؟ باسمي ونيابة عن إخواني رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وجميع منتسبي رياضة الرماية، نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله على دعمه ورعايته الدائمة لأبناء في نادي الرماية، والشكر موصول إلى الهيئة العامة للرياضة ولجميع وزارات ومؤسسات الدولة وجميع اللجان العاملة في هذه البطولة للظهور بالمظهر المشرف الذي يليق بها إن شاء الله. شكرا. معك رامي روان الكندري، أرمي بنادي الرماية. وين وصلتي في المنافسة هذه؟ والله الحمد، وصلت الحمد لله، حصلت على المركز الثالث اللي هي الميدالية البرونزية. بالنسبة حق المنافسة، هل كانت صعبة ولا كانت سهلة معك؟ اي والله بالبداية يعني بأول سيرس كنت ماخذة يعني المركز الأول، بعدين شوي شوي يعني بدأ التوتر شوية يزيد، والحمد لله يعني نزلت سلي ثاني، وبس ألف الحمد لله. يعني أهم شيء إن هذه يعني أول بطولة حقي،
وأول ميدالية لي الحمد لله، وبإذن الله القادم أجمل. وتعرفت طبعا على لاعبات قمة بالأخلاق، وإن شاء الله المرة القادمة، يعني هذه أول مرة، إن شاء الله المرة الجاية أخذ المركز الأول بإذن الله. شنو تعني لك الرماية؟ والله تعني لي وايد، يعني أنا من وأنا صغيرة الوالد الله يحفظه اكتشف هالموهبة فيني، يعني تقريبا كنت طالب متوسط، أنا الحين أبلت بدنية يعني عمري 27 سنة، يعني شوي تأخر دشيت النادي متأخر، يعني كان المفروض من زمان. قبل كنت أمارسها كهواية بنادي رماية ميادين الرماية اللي يمروج كهواية يعني وكذي، والحمد لله الحين رسميا يعني أول مرة أشارك ببطولة رسمية، والحمد لله خذيت المركز الثالث. كلمة أخيرة حابة تضيفينها؟ أول شيء أشكر رب العالمين، يعني هو اللي كان واقف معي طبعا، يعني خذيت المركز هذا كأول مرة بفضل الله سبحانه، وبفضل دعم أبوي الله يحفظه وزوجي ما خلوني نهائيا، يعني كانوا حاضرين معي بكل تمرين، يكونون حاضرين معي، فالحمد لله الحمد لله. أعزائي المشاهدين، وصلنا معكم في ختام برنامج أضواء الرماية، وسنراكم إن شاء الله في الحلقات الأخرى.